السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. المرة الماضية تكلمنا عن موضوع الـ OSPF بشكل عام، يعني بشكل بسيط جدا. الآن أنا المشكلة إنه يعني راوترات جونيبر ما فيها سيريال انترفيس، فيعني ما في عنا حرية كبيرة بموضوع الـ OSPF، لأنه الـ OSPF في عنا شيئين، في عنا يعني انترفيس تايب، وفي عندي كمان اللي هي اريا تايب. ففي عندي انترفيس تايب واريا تايب. انترفيس تايب مثل ايش؟ يعني لو جيت هون حكيت له مثلا سيت بروتوكولز او اس بي اف اريا، مثلا خلينا نحكي اريا 10 انترفيس اي ام، زي ما احنا بدنا نعمل له كونفيجريشن 7.0، مش مشكله. طيب انترفيس تايب، اذا شايفين هنا وين كان انترفيس تايب، يبدو انه طيب ماشي، هاي انترفيس تايب. في عندي نون برودكاست مالتي اكسس، وفي عندي بوينت تو مالتي بوينت وبوينت تو بوينت. نون براودكاست مالتيبل اكسس او مالتي اكسس بيكون على السيريال انترفيس. السيريال انترفيس ممكن يكون بوينت تو بوينت او بوينت تو مالتي بوينت. بكلا الحالتين لما يكون عندك فريم ريلي او ليز لاين، راح يكون عندك يا اما نون براودكاست مالتيبل اكسس او بوينت تو بوينت. الاثنين راح يكونوا يعني على الفريم ريلي انترفيس الكونفيجريشن تبعهم. فلو افترضنا انه هذا نون براودكاست مالتيبل اكسس، طبعا بدي بس يعني انتم شايفين هون انه انا اللي موصلهم هون على اساس انه هذا فريم ريلي سويتش، يعني على فرض انه فريم ريلي سويتش، فهو المفروض بس انت توصله يكون نوعيته نون براودكاست. فلو حكيت له هون مثلا سيت انترفيس EM7.0 Family INET Address 192.168.124.4 هاي كومات عشان ناخذ يعني كل الأشياء اللي بدنا إياها. الآن هون هاي من الإعدادات من المرة الماضية، لو حكيت له Run Show راوت، فانتو شايفين هنا انه في عنده او اس بي اف راوتس جايه من ار 2، زي ما احنا شايفين هون ران شو او اس بي اف او راوت مباشره في عندنا. ولو حكيت له ران شو او اس بي اف نيبر، فانا ما في عندي غير النيبر اللي المره الماضيه عملنا له كونفيجريشن، فهذا هو النيبر الوحيد. الان انا بدي اعمل له كونفيجريشن سيت انترفيس، كلهم مشبوكين على انترفيس 7.0 عشان ما نحكيلوش يونت 0، يعني فاميلي اي نت ادريس 192.168.124.1. وبعدين بدي احكي له ست بروتوكولز او اس بي اف او اس بي اف اريا 10 انترفيس اي ام 7. طبعا بدك تحكي له شو انترفيس تايب، اللي هو بالوضع الطبيعي حكيت لكم المفروض يعني اذا كان سيريال انترفيس يكون نون براودكاست مالتيبل مالتي اكسس. بعدين احنا حطينا بعدين بدي احكي له كومنت، وهون بدي احكي له كومنت لا هنا ست انترفيس اي ام 7.0 فاميلي اي نت ادريس 192.168.124.2. تحكي له ست بروتوكولز، او انت بتقدر تدخل يعني تعمل edit protocols OSPF بعدين edit interface وهكذا، يعني انت لحتى ما توصل
لإيديت انترفيس تايب، لكن أنا يعني بحب السرعة يعني، أو بحب أنجز على السريع. فـ OSPF Area 10 Interface EM7 Interface Type اللي هو Non Broadcast Multiple Access، بعدين بقى كيلو كومات. وهون احنا حطينا Area 10 Interface Type. راح تلاحظ هون انه لو حكيت له شو رن او رن شو او اس بي اف نيبرز، فانا ما في عندي ولا نيبر، مع اني يعني عملت لهم كونفيجريشن لكن ما راح يظهروا نهائيا. ليش؟ لانه انا هون ما بشتغل عن موضوع البراودكاست. عشان يكتشفوا بعض لازم يكون في عندي براودكاست، فلما الغي البراودكاست يعني نان براودكاست ما في عندي نيبرز، فلازم اعمل كونفيجريشن للنيبرز بشكل يعني يدوي. فانا بدي ادخل هون اريا 10 انترفيس اي ام 7، بعدين ايش احكي له؟ نان براودكاست مالتيبل اكسس مالتي اكسس نيبر. فانا بدي احكي له نيبر، بعدين احكي له مثلا نيبر هو 168.124.2.1، بعدين كوميت، ننتقل لراوتر 1، نرجع الانترفيس ونحكي له نيبر 192.168.124.4، بعدين دوت 2. اذا بدي اياه يعمل يعني نيبر عن طريق الانترفيس 7 اي ام 7 عن طريق يعني مع راوتر جونيبر ار 2، لكن يعني ما في داعي لانه اصلا هم عاملين نيبر ريليشن شيب عن طريق الانترفيس الثاني. احنا شايفين هون في عندي نيبر ريليشن شيب هاي الاريا 0، فاذا كانت هاي عندي اريا 0 اريا 0 وهي عندي اريا 10 هون. فالان اللي راح اعمله راح اجي هون احكي له انترفيس يعني انترفيس اي ام 7، بعدين احكي له نيبر 192.168.124.1.4 كومنت. الآن لو أرجع عليه بيكون يعني أخذ الوقت الكافي علشان يورجيني النيبرز مع الأو أس بي أف. إحنا شايفين الاثنين صاروا فول، فهو اكتشفهم الاثنين. فإذا حكيت له شو راوت طيب ران أو أس بي أف أو ران شو راوت مباشرة، فإحنا بنشوف إنه كل ال يعني ال كل النتوركس يعني لو حكيت له ران. طبعا احنا ليش بنكتب run؟ لانه احنا موجودين بالconfiguration mode 10.1.1.1، فهاي يعني معناته بقدر اوصل ل 10.1.1، بقدر اوصل ل 2. مين هذول؟ loop back interfaces R2. كمان في عندي شغلة كثير جميلة يعني في هذا الموضوع، يعني بما ان يعني لازم موضوع تحسين ال OSPF. فمثلا انا عندي بالاريا 0 في عندي لوب باك انترفيس انترفيس لوب باك 00. طيب انا ليش انا اشغل او اس بي اف على لوب باك انترفيس؟ احنا بنعرف اللوب باك انترفيس هو عباره عن لوب باك عباره عن انترفيس منطقي مش حقيقي مش موجود، انما هو بموضوع سوفت وير انترفيس. فانا ليش اشغل عليه يعني او اس بي اف؟ يعني انا بالوضع الطبيعي بشغل او اس بي اف علشان اعمل ادفرتايز ل يعني اعمل نيبر ريليشن شيب، اعمل اشياء مثل هيك. ليش اشغل او اس بي اف هون؟ فانا باخذ من هون في عندي خيار اني اعمله باسيف، فهيك انا بعلنه بالاو اس بي اف على باقي الانترفيسز، لكن على هذا الانترفيس انا ما بشغله اس بي اف.
وما راح يتغير شيء عندي. راح نشوف راح اجي هون بس اعمل كمان نفس الشيء area 0 interface loopback 00 passive وكمات. راح تلاحظوا هون انه ما تغير عندي شيء، يعني لو اجيت هون مباشرة عملت بينج ما تغير شيء، عملت بينج لواحد كمان ما تغير شيء، ولسه موجودين بعدهم عندي بالراوتينج تيبل. فبهي الحالة انا وفرت بروسيسنج على الراوتر تبعي، وبنفس الوقت انا خليت كل اموري، يعني قدرت اعلن النتوركس بنفس الوقت وفرت بروسيسنج على الراوتر تبعي. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.